يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته الجوية على مدينة رفح الفلسطينية بعد سيطرته على معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني. وأفاد مراسل التلفزيون المصري إلى تبادل إطلاق نار كثيف شرق معبر رفح من الجانب الفلسطيني وتصاعد أعمدة الدخان، مؤكدا أن بوابة معبر رفح من الجانب المصري لا زالت مفتوحة، ولكن هناك توقفا لحركة مرور الأفراد والمساعدات نظرا للعمليات العسكرية المستمرة والقريبة من المعبر لدى الجانب الفلسطيني. وللمزيد مع الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. نجدد الترحيب بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم التطورات التي تحدث أمام معبر رفح البري. يعني لازالت حدة الصراع متواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وشن الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية، وربما نسمع الآن يعني تبادل لإطلاق النيران والأعيرة النارية من الأسلحة الآلية، فربما هذا يشير أيضا إلى تبادل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وأيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي. ربما في هذه الصورة نرى تحديدا تصاعد أعمدة الدخان بشكل كثيف، وهذا يعني يعكس ويؤكد حدة الصراع في الجانب الآخر من قبل القوات الإسرائيلية. وربما نسمع الآن دوي الانفجارات التي تحدث هناك بشكل مكثف. لازال الاحتلال الإسرائيلي متواجد في معبر رفح من الجانب الفلسطيني بدباباته التي توغلت منذ صباح هذا اليوم، وقوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا تقوم بتمشيط المنطقة القريبة من المعبر، بالإضافة إلى توجيه ضربات في شرق مدينة رفح. ويعني يقول الجيش الإسرائيلي أنه يوجه هذه الضربات في هذه المناطق بزعم أنها يعني مناطق تتواجد بها حركة حماس وتشن من خلالها بعض الهجمات. أيضا يعني لازالت حركة المساعدات متوقفة تماما، لا يوجد أيضا عبور للمسافرين أو حتى استقبال الجرحى والمصابين نظرا لإغلاق المعبر من الجانب الآخر، وهذا يشير إلى كارثة صحية كبيرة داخل قطاع غزة. كما أشارت السلطة الفلسطينية بأن هناك قوائم يعني تقدر بالآلاف للمصابين والجرحى على قوائم السفر، منعت من السفر بسبب إغلاق معبر رفح من الجانب الآخر وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليه، وأيضا يعني إدانات دولية لهذا الهجوم. كما تحدث مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وأكد أن ما يحدث في مدينة رفح هو كارثة إنسانية، وأيضا يعني على مشارف كارثة إنسانية في الشرق الأوسط، وأن ما يحدث يؤكد أنه لم يعد هناك مكان آمن داخل قطاع غزة. فبالتالي يعني الوضع داخل أمام معبر رفح هادئ تماما، لكن لازالت الاشتباكات متواصلة على الجانب الآخر. هذه هي الصورة من أمام معبر رفح البري، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.